المهم هلا اخي خذ الحكيم حمزه وروح لعند ابو سليم على البيت وانا لاحق بس لشوف هالقليلين الناموس هدول الاثنين ولاد اختها. ماشي اخي ماشي. عليك خالي؟ لا اهلين ولا سهلين انت وياه ولا؟ عاد استكشف عصام هلا برجع عليك. فين خالي؟ شوفي شوفي خالي. ما بتعرفوا شوفي، ما لكم دريانين بشي. لا والله خالي شو القصة؟ انتوا لكم اخت اسمها بوران ولا لا؟ لكن خالي لنا. عم تشقوا عليها، عم تديروا بالكم عليها، عم تشوفوا شو لازمها هي واولادها، شو عاملة فيها الدنيا؟ ايه خالي انا عم زورها. كذاب! خير خالي شبهها بوران؟ اختكم بوران يا قليلين الناموس عم تضطر زعبي وتبيع للسوق. شو هالحكي خالي؟ لك يا حيف عليكم، حرام يكون بوشك شوارب انت والطولان. اختكم عرضكم هي شلون بيجي من قلبكم تستحوها هالسنحة؟ الله وكيلك خالي ما عنا علم. منين بده يكون عندك علم؟ هو انت داير على نسوانك التنتين ولا على الورثة اللي بدك تاخذها مشان تطلع عن اهلك؟ هي اختك يا عصام، اختك من لحمك ودمك، من صلب ابوك وامك، وبتضل عرضك حتى لو تجوزت وصار عندك نسوان تنتين ومفكر حالك رجال يا كبير العيلة انت. ولا انت هلا انت يا ابو العز اختك بوران باعت كل اغراض بيتها مشان تاكل وتطعم اولادها، ولا صهرك حامي عرضك هلو شهر ونص ملحوش بالفرشه مكسور ظهره، ما خطر لك تسال عنه؟ ما خطر لك تقول له المحلى الكحل بعينكم يا زقرد يا ابضاي يلي بتمشي بالحاره بالطول وبالعرض ويا ارض اشتدي ما حدا قدي؟ حق بوران وصهري برقبتي هاي خالي، برقبتي هاي لحتى موت. يا عساف على هيك رجال.